خالص. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، يمكن في احتفالات عيد شرطة زي ما انتم شايفين. السيد محمد المصري، العميد محمد المصري، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، والسيد مدير الأمن النهاردة، دي مدير الأمن زي ما انتم شايفين، بيحتفلوا بأعياد الشرطة. أعزائي المتابعين، بوابة الوفد النهارده زي ما انتم شايفين احتفالات عيد الشرطة في الإسماعيلية النهارده، لأن معركة الإسماعيلية اللي عقدها فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك. النهارده بتحتفل الشرطة في العيد 69 النهارده بعيد الشرطة، وزي ما انتم شايفين النهارده بيوزعوا الورد والزهور والشوكولاتة على كل المارة في أمام مديرية أمن الإسماعيلية، اللي هي زي ما انتم شايفينها اهي مديرية أمن الإسماعيلية. النهارده عدسة الوفد بتتابع احتفالات الإسماعيلية بعيد الشرطة 69 اللي قادها آنذاك وزير الداخلية فؤاد سراج الدين زعيم الوفد. وكما نبعت النهاردة رسالة بتاعتنا للنهاردة كل المصريين في كل مكان ولكل العالم، احتفالات أعياد الشرطة النهاردة اللي تشهدها محافظة الإسماعيلية بالورد والزهور والشوكولاتة. زي ما انتم شايفين يمكن النهاردة السيد مدير أمن الإسماعيلية والسيد الحكم دار واقفين النهاردة أمام مديرية أمن الإسماعيلية بيوزعوا الورد والشوكولاتة على كل المرة هنا بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة اللي انتصرت فيها الداخلية المصرية بقيادة وزير الداخلية.